يا معتصم، نعم يا أبي، العشر الأولى من ذي الحجة. نحن الآن على أبواب موسم عظيم من مواسم الخيرات والطاعات لله عز وجل. العشر الأولى من ذي الحجة يا معتصم، ماذا تعرف عنها؟ أنها في العبادات، أن العبادات فيها تكون مستحبة أكثر في هذه الأيام. جميل، العبادات تكون مستحبة أكثر في هذه الأيام. العشر الأولى من شهر ذي الحجة متى تبدأ يا معتصم؟ أولا، بداية تبدأ يوم الخميس القادم بغروب شمس يوم الخميس، صحيح؟ جيد، فإذا الليلة الأولى منها هي ليلة الجمعة، ثم النهار الأول فيها نهار الجمعة، وهكذا إلى يوم النحر أي يوم عيد الأضحى. جيد يا معتصم؟ جيد. هل يوجد دليل عليها من القرآن يا معتصم هذه الليالي؟ أجل أجل يا أبي، تفضل. قال رسول قال الله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. جميل يا معتصم، وإذا لو أنك بدأت بالبسملة لكان أفضل. أقول بسمي بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. ليال عشر أي العشر هذه العشر التي سنمر بها إن شاء الله تعالى. طيب، هل يوجد دليل؟ الله عز وجل طبعا أقسم، قالوا الفجر وليال عشر، أقسم بها لعظيم شأنها، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى، فلأنها عظيمة عند الله أقسم الله عز وجل بها. صحيح. الفجر وليال عشر أي هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة على قول أكثر العلماء والصحابة. صحيح. جيد، طيب. طيب يا معتصم، أعطني دليلا الآن من السنة على أفضلية هذه الأيام وعلى مشروع فضيلة هذه الأيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. ثم قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني ولا حتى الجهاد وهو أجره عظيم عند الله عز وجل؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه، يعني مجاهدا خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء، ذهب فلم يعد، وأنفق ماله في سبيل الله واستشهد في سبيل الله. هذا هو الوحيد الذي حاله أفضل من حال من يعبد الله عز وجل في هذه الأيام العشر. جيد، لكن بالعموم أجرها عظيم. ماذا يستحب فيها من العبادات في هذه الأيام؟ الصوم، قراءة القرآن، صلاة، القيام، الصدقة، وبر الوالدين، وأن نرحم الصغير كما قال في المنظومة: وارحم الصغير، وجل كبيرا وارحم الصغير وساعد الضعيف والفقيرة. أحسنت يا بطل، وجل كبيرا وارحم الصغيرة وساعد الضعيف والفقيرة. وآخر شيء الصدقة. الصدقة، وكذلك الأمر بالمعروف أجل والنهي عن المنكر. أحسنت يا بطل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه من أعظم أنواع العبادات التي قد يفعلها المسلم في هذه الأيام العشر يا معتصم. طيب، صحيح. يا معتصم، الآن أمر أخير، هل هذه الأيام العشر أفضل، أم هل هي أفضل عند الله عز وجل، أم الأيام العشر الأخير من رمضان؟ هذه الأيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون هناك أيام في السنة أو في العام أفضل من هذه الأيام. فهذه الأيام عند بعض العلماء، هذه الأيام أفضل من كل أيام الدنيا في العام. جيد؟ جيد. أما العشر الأخير من رمضان كذلك لها ميزة عظيمة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم فكان يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما كنا نفعل في رمضان اعتكاف العشر الأخير، كان يعتكف. لكن معتصم، جمعا بين هذين القولين، جيد، من باب الجمع نقول أن ليالي العشر الأخير من رمضان لعلها تكون أفضل من ليالي العشر الأولى من ذي الحجة. أما الأيام بشكل عام فهذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل من كل أيام العام. جيد؟ جيد، والله أعلم. أخيرا يا معتصم، ذكرنا في مقطع سابق
ذكرنا أنه يستحب في هذه الأيام أن ينوي الإنسان الأضحية إذا أراد أن يضحي، وفصلنا كثيرا في موضوع الأضحية. وخير الأيام يا معتصم بالنسبة لفضيلة وعبادة الصيام، أفضل الأيام في هذه الأيام العشر بالنسبة للصيام هو يوم عرفة، يوم هو عرفة يوم عرفة عرفة أي هو يوم الوقفة، آخر قبل اليوم قبل العيد بيوم، جيد، اسمه يوم عرفة، يخرج الحجاج فيه إلى جبل عرفة. فيستحب ويسن أن يصوم الإنسان في هذا اليوم ولا يتركه، فقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على صيامه، ولكن يكره الصيام فيه للحاج. إذا كان الإنسان في الحج يكره له الصوم حتى لا يضعفه عن العبادة، وحتى لا يضعفه عن أداء الدعاء وهو في صعيد عرفات. جيد؟ هذا يا معتصم بالنسبة لما يتعلق بهذه الأيام الفضيلة. فينبغي المسلم أن يحرص على العبادة ولا يضيع وقته فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يغتنم هذه الأوقات. فنسأل الله عز وجل، قل آمين يا معتصم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك والمسلمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. أحسنت يا معتصم، قل بارك الله فيك بارك الله فيك، وفيك تبارك الله.